بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله باش نطيبوا ملثوث اللي هو كسكسي نتاع الشعير، يعني طلب من بعض الأخوات. الملثوث باش نطيبوه اليوم بالحوت بالسمك. اليوم خذينا كعبة لمبوكة، هذه نوع من الحوت. وباش نطيبوا أول حاجة باش نعملوها، الخطوات الأولى بتاعنا، احنا باش ناخذوا الملثوث نبلوه بالماء ونخلوه يرتاح على الأقل ساعة قبل ما نفوروه. هذه الطريقة الأولى قبل ما نبدأ الطنجرة بتاعنا، نبدأ نبلو الملثوث. المكونات كما شفتوا عنا بصل وحمص، ثوم، فلفل أخضر وكعبة طماطم، طماطم معجونة، وفلفل أحمر اللي عجناه لهروس، وزيت والحوارات الكل مش نستعملوهم. أول حاجة ناخذه، احنا خذينا نص كيلو، هذي نص كيلو ملثوث، معناها يتباع في الأسواق، موجود في كل بلاصة. باش نبلوه بالماء، يعني نبخخوه بالماء، ومن بعد نصبطوه ونخلوه، يعني مش برشا ماء، هكا كاس ماء استعملناه، ندخلوه الكل في الماء. الملثوث تبل، اش باش نعملولو؟ باش نرصوه بالطريقة هذه، يعني نرصوه كانت حاجة تخليش فيها الهواء تنزل عليه، مش كيما الكسكسي الآخر العادي تغطيه. هذي بليناه بشوية ماء بارد ورصوه. احنا بلينا توا الملثوث نتاعنا، توا باش نعملو الصوص اللي باش نرموها في المرقة. اليوم باش نطيبو بالطريقة اللي المعتادة، يعني القديمة نتاعنا احنا قبل، باش نحضر الصوص اللي هي طماطم والفلفل والحوارات الكل باش نحضرهم. سخنتلهم شوية ماء دافي، شوية ماء دافي، حطيت مغرفتين ونص طماطم معجونة، مغرفة هروس. تو باش نحط الثوم، يعني راس ثوم باهي خاطر السمك يتقبل الثوم برشا. وباش نحطو لفاحات الأخرى اللي هي الملح وراس الحانوت، هذه البزار مغرفة باهية نحطو راس الحانوت، الملح كيف كيف. ناخذ الكمون، هذا بالسمك يعني لازم نعملو فيه الكمون. عنا شويه كركم مش برشا، مكسروش، وشويه فلفل اكحل. هذا ما المكونات كل حطيناهم. توا باش نديرو لهم الماء سخون دافي شويه الماء، ونبدو نخلطوها. الصوص هذه لازمها تكون حاضره باش كي تبدا الطنجره تسخن، دون ما تسخن الطنجره نصبوها الصوص هذه تكون حاضره. شفتوها طماطم والهروس، ونبدأ نخلط ونحلوها، ما نخلوهاش صحيحه، معناها كانك مش ترقد اي حاجه، خلطها الكل نحلوها في بعض، ثومها والطماطم والواحد والكل نخلطوهم. هذه الصوص نتاعنا جاهزه. شفتوها الصوص حاضره. تو باش نركبوا طنجرتنا. احنا عنا ثلاثة روس بصل كبار، باش ناخدو معناها زوز روس باش نقطعوهم كبار شوي، نحطوهم في الصوص اللي حضرناها، معناها نحضروهم في الصوص هذية. بالنسبة للراسين الكبار خديت ثلاثة روس، معناها زوز كبار وواحد صغير. هذه الصوص نتاعنا اللي حضرناها، حطيت فيها الراسين بصل هذول. باش نجي للراس الصغير هذي باش نقصو اجود من الاخرين، باش نقصو جيد. هذي باش نركب بيه طنجرتي.
هذا باش نبدا به الطنجره ان شاء الله. ناخذ راس البصل صغير كيما شفتوا، هذا راس البصل، نزيدو كعبه طماطم، كعبه طماطم حتى هي باش نقصها كيما البصل، نقصها قطع صغيره، هذا بالنسبة لبصل والطماطم. باش ناخذ الطنجرة اللي باش نطيب فيها، وحضرنا احنا 150 غرام حمص، الحمص باش نرموه من بعد. هذه طنجرتنا، أول حاجة باش نحط الزيت، كاس زيت معبي مش فنجان، كاس معبي ياخذ شوية زيت بزيت. هذا البصل والطماطم اللي حضرناهم، كاع راس بصل وكاع طماطم، هذه شوية ثوم اللي خليناها باش نركبوها من هنا، نص مغرفة ثوم، وباش نحطو شفتوهم هذوما الزيت والوحش، باش نحطو معاهم قرون فلفل أخضر من اللون، يعني هذا تو باش نمشي أنا نركب الطنجرة هذه بالطريقة هذه على النار. هذا الفلفل حطيناه، كعبة الطماطم، راس البصل والزيت والفلفل، باش نحطوهم على النار دوما يسخن شوي باش نصبو الصوص اللي حضرناه. كما شفتوا توا البصل والطماطم والفلفل والثوم متقلى، توا باش نحو قرون الفلفل، خلوهم هكاكا باش نحوهم، نحوهم الصوص هذيا، نحوهم كل قرن وحده، ونصبوا الصلصة اللي حضرناها. هذه الصلصة اللي حضرناها تو باش نصبوها، ونزيدو نضيفو شوية ماء، ونحطو الملسوس يتفوق. شفتونا احنا نحينا تو الفلفل الأخضر هذيك، راهي الملسوس ديما معناها تعودوا يطيبوه بالطريقة هذيك، يمكن يزيد بنة للملسوس الله أعلم شنيا، أما يجيبني. تو باش بعد ما حطينا الصوص نتاعنا باش نحطو الحمص زاده، ونخلوهم نزيد نضيفولهم شويه ماء ونخلوه يغلي بالقدا. شوفوا الملسوس نتاعنا كيفاش ولا، حجره واحده يبس مع بعضه، معناها ما نجموش حتى نحركوه حتى بالمغرفه، هذيك الطريقه يلزمو يبس بالطريقه هيك باش نحلوه من بعضه، باش كي نمسو هكا انا يتحل من بعضه. تو باش نحط الملسوس نتاعنا يفور، فرتكناه بكري شويه، تو باش نزيدوه نفرتكوه شوي ونحطوه يفور. نحطوه يفور تفويره الاولى، ومن بعد نبوخوه شوي شويه ماء، ونعاودو تفويره ثانيه. باو هنا الكسكاس جبناه، باش نرش عليه شويه ماء، كاس ماء كيما بديناه في الاول، الكسكاس انا رشيت عليه الماء. نحركو في الكسكاس، هذا الملسوس نتاعنا يبرد،
خلوه يبرد هذي باش نرجعو نفوروه مرة ثانية. هذه كانت السمك نتاعنا قسمناها وقصيناها قطع باش نرش عليها شوية كمون، خاطر السمك يحب الكمون يولي فاو. باش نعمل رشة فلفل أكحل مهيش برشا، هذه شوية فلفل أكحل وشوية ملح، هذا ملح، ونخلطوها في بعضها. يعني نحاول نخلطوا فيها التفاح هذا الكل في بعضها، باش نرموها في المرقه يعني يبرد شويه الملثوث نتاعنا، يبرد الملثوث ونرجعوه في الكسكاس، ونرموا الحوت في نفس الوقت، نرموا الحوت في المرقه ونحطوا الكسكاس فوق. الحوت نتاعنا كما شفتوها سمكه يعني نظفناها وقصيناها، فوحناها بشويه كمون وفلفل اكحل وملح. تو باش نحطها في الطنجره تطيب، باش الشوك نتاعها ما يمشيش في المرقه، نحطها في كسكاس نتاع الكوكوت هكا القطاع، نحطهم كل قطعه واضحه وحدها، ونحطهم في المقفول هذوما، تو نحطها في المرقه نتاع المقفول. ونحطوها بالطريقه هذه، نحطوها في وسط المرقه تقعد وحده هكا، المرقه طلعت فوق ويقعد يطيب هكاكا من غير ما يسيب الشوك نتاعو في المرقه نتاع الملثوث. وتو باش نرجعو التخويره الثانيه نتاع الملثوث. تو حطينا السمك نتاعنا ولا الحوت في المرقه، تو تفويره بعد ما فورناه التخويره الاولى، كي العاده نمسحو الكسكاس من الكسكسي من اللوطه ونحطو يفور. الملثوث نتاعنا كيما شفتوه فور طاب، فور بالكدا. تو باش نسقوه في نفس الوقت، باش نحو السمك اللي حطيناه يغلي كل واحدة. هذا الملثوث حاضر، صبوا له مرقة. هذا الملثوث نتاعنا جاهز، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتاكلوا بالشفاء.